السلام عليكم. تعرضت صبيحة اليوم الخميس الأرجوحة الأوتوماتيكية في حديقة الألعاب والتسلية بالمحمدية إلى عطل مفاجئ، كما يتواجد على متنها أولاد عالقين هناك. وحسب المعلومات الأولية فإن العطل المفاجئ جاء بسبب خلل تقني في هذه اللعبة العملاقة، كما تسبب التوقف في حالة هلع وخوف وسط الأولاد والذين كانوا عالقين هناك. هذا وتقوم الفرق التقنية في هذه الأثناء بتفقد العطب المفاجئ دون وجود أي مصلحة لا من الحماية المدنية ولا فرقة أخرى مختصة. وتم بداية السنة الجارية فتح هذه الحديقة العائلية ببلدية المحمدية بعد إعادة تهيئتها وتحويلها إلى حديقة ألعاب تستقبل الأطفال والعائلات، كما تزامن فتحها مع العطلة الصيفية، حيث اعتبر البعض من روادها أن هذا الأمر جد إيجابي، إذ إن سكان المحمدية كانوا يضطرون للتنقل إلى حديقة الأحلام بالصنوبر البحري أو منتزه الصابلات للراحة والتسلية، معتمدين على وسائل النقل أو سيارتهم الخاصة، بينما تتواجد الحديقة والتي أعيد فتحها بالقرب من مقر سكناتهم.